السلام عليكم ورحمة الله. اسمي مسلم دبلان سالم العمري. طبعا أنا مالك مجموعة شركات بن دبلان العالمية، وحبيت أتحدث عن شركتنا وعن بداية شركتنا. نحن شركتنا تأسست في 2011، أسست هذه الشركة وبديت في مجال المقاولات. هنا وصلنا شركتنا بدأت في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحدينا لين وصلنا المشاريع الكبيرة، ووصلت شركتنا من الدرجة الممتازة في المشاريع. شركتنا تنقسم إلى عدة شركات، من ضمن الشركة هذه المقسمة منها شركة شحن وتفريغ، شركة بن دبلان الذهبية، شركة تحت إدارة عمانية كاملة، ولدى الشركة أيضا مساهمات نفس الشيء مع شركة المشروبات الصحية. الحمد لله شركتنا نطمح إلى الوصول إلى أعلى مستوى، ونطمح إلى تكون شركة رائدة في عمان وبشكل خاص يعني في الخليج. وتم فتح فرع في دبي، ولدينا فرع في الهند، ونامل الله التوفيق والسداد في هذا العمل، ونسأل الله التوفيق للجميع.